أخبار اليوم. مصر يعني اشهر مناطق البيع الاساسي المنزلي وجهاز العرايس، كنا عايزين نعرف منك الاسعار واقبال، في ناس بتشتري دلوقتي ولا الاقبال ضعيف؟ لا والله الاقبال ضعيف، السوق مريح، الناس كلها واقفه حالها. اسعار غليت؟ الاسعار كلها، كل الخشب غلي والصنايعي غلي ومفيش شغل. يعني بص زي ما انت شايف الدنيا كلها واقفه. حضرتك مفيش اقبال، الجو مريح جدا جدا جدا، والاسعار عماله تغلى، والغلاوه ده اصلا من انفسنا ومش عارفين نشتغل. يعني انتوا مش شغالين بالاسعار الاساسيه اللي فرضها السوق؟ اصلا ما فيش سوق اصلا، وهي اساسيه بعد ما غلت او القديمه ما فيش اصلا سوق. لا والله ما فيش اقبال اليومين دول خالص، لا في جواز بس ما فيش اقبال. الجو زي ما انت شايفه، بص المناصر عامله ازاي، دنيا واقفة ومفيش سوق ومفيش أي حاجة والناس تعبانة. خلي بالك المفروض الموسم احنا عندنا نص رمضان أوله مريح، نصه شغال بس مفيش، الناس كلها تعبانة. اللي بينزل يشتري النهاردة يعني غصب عنه، اللي هيجوز بنته غصب عنه، فهي الدنيا كلها واقفة، كل حاجة موجودة. ما جيش يقول لك انا خدت مش عارف من منصه طالب 2000 جنيه، ما انت واخده على قد الفلوس بتاعتك. ما احنا عندنا طقم بسبعه وبثمانيه وبعشره وبعشرين، وعندنا الاوضه كذلك، كل حاجه على قد ثمنها. ما جيش يقول لك انا رحت المناصره اضحك عليا، لا ما اضحكش عليك، انت خدت حاجه على قد الفلوس بتاعتك. طبعا هي الخامات خشب زان، يعني اي مكونات مثلا في الموبيليا بيبقى مثلا خشب الزان، الكوانتر، الابلكاش، دي طبعا مكونات الموبيليا اللي بيتصنع منها. تمام، هو طبعا يعني مع زيادة الدولار اكيد في حاجات كثيره جدا اتحركت في الاسعار، لكن احنا عندنا هنا بصراحه ما احناش عارفين حتى نزود جنيه واحد. ليه؟ لانه يعني اولا فيه ركود في السوق، وطبعا عارف حضرتك يعني كل سنه حضرتك طيبه انه ايام رمضان، وطبعا التسويق الموبيليا الاقبال عليه ضعيف طبعا بالذات في الشهر الكريم. عاوزين تكلمنا عن المنتجات المستوردة ماشية أكتر ولا المحلي المصرية الخشب؟ المصرية أكتر، بلدنا لازم نخاف عليها وكلنا نعمل مشاريع فيها. طب بس أنا أعرف إن الأسعار عالية، الأسعار الخشب المناصرة يا بنتي فيها زي ما أنت عاوزة، فيها الفقير وفيها الغني، كل واحد عاوز يتجوز عندنا طقم بكذا، وعندنا اوضه نوم بكذا، وعندنا سفره بكذا، كل برغوث على قد دمه. ما يجيش يقول لك انا راح اشتريت من المناصره، لا ده اتضحك عليا، لا انت بتشتري حاجه على قد فلوسك، عندنا الغالي وعندنا الرخيص. اللي فيه هنا حاجات صيني، في بضاعه صيني ولا بضاعه صيني بس برضك السوق بتاعها مريح. اسعار الصيني نزلت كسوق وغلت كسعر، يعني ما فيش اقبال. الصناعه المصريه اقبالها احسن من الصيني. الصيني ده حاجات بتتكسر وما تنفعش تشتغل معانا، هي ترابيزات بس هي اللي ماشيه، الترابيزات الصيني، كون اي حاجه ثانيه ما حدش بياخدها، ولا الكرسي الصيني يقعد معاك نص ساعه ولا ساعه، كون الكرسي المصري كله نجاره كله خامات. الاسعار كلها زادت، خلي بالك كل الاسعار زادت وما فيش زباين، يعني بتاع الخشب زود، التاجر اللي بيديك زود، كل ده زود. غاليه جدا والسوق نايم، يعني ما فيش حد عايز يتساهل في الاسعار ولا عايزين حتى يتساهلوا في الرقم اللي بيقول فيه، يعني كل واحد عايز يبيع بالسعر اللي هو عايزه. طب الخامات زي ما هي زمان ولا قلت؟ في بقت اقل جودتها؟ اختلفت طبعا، خشب ومتانه ما فيش زي الاول، طبعا الحاجه الاول كانت حلوه.